خلونا نرحب بقى بأبطالنا والجهاز الفني كمان اللي حصدوا بطولة 2006 السنة دي في دوري الجمهورية، ونبتدي من على اليمين بالكابتن طه نوح مخطط الأحمال. بشرفنا منورنا على قناة الأهلي يا كابتن. شكرا يا كابتن، شرف ليا إن أنا أبقى موجود في قناة النادي الأهلي وإن أنا أبقى موجود مع حضرتك. شرف كابتن عمار فتحي المدير الإداري، ألف مبروك ومنورنا على قناة الأهلي. الله يبارك في حضرتك يا كابتن، ومبروك للنادي الأهلي ولقطاع الناشئين خاصة. دكتور احمد جاب الله طبيب الفريق، الف مبروك ومنورنا على قناه الاهلي. اهلا بيك، الف مبروك يا كابتن، وشرف لينا وجودنا في قناه الاهلي، والف مبروك لينا جميعا. كابتن اسامه زكي المدير الفني، ما شاء الله احنا نقول مدير فني مع 2008 ولا مع 2006، وما شاء الله عامل نتائج رائعه. الف مبروك على 2006 السنه دي، وكمان يعني منورنا على قناه الاهلي يا كابتن اسامه. ربنا يخليك يا كابتن، سعداء بوجودنا مع حضرتك، ومتشكرين على الاحتفاليه، متشكرين لحضرتك ومتشكرين لقناه النادي الاهلي. شكرا كابتن. عبد الرحمن عماد النحاس ابن الكابتن عماد النحاس، منورنا على قناه الاهلي يا عبد الرحمن. الحمد لله، برضو انا شرف ليا ان انا اكون مع حضرتك النهارده. وانتم مشرفينا النهارده. نبتدي بقى يعني بالمدير الفني كابتن اسامه زكي. كابتن اسامه الف مبروك، السنه دي انت توليت 2008، وبعد كده تم التغيير وكنت موجود مع 2006، لكن السنه دي بروكيتش المدير الفني الاجنبي عمل حاجه حلوه السنه دي. ما بقاش كل مدرب مختص في فرقته بس، لا، كانت كل الفرق قريبه من بعض، علشان دايما كل المدربين تعرف اللعيبه. لما توليت 2006 وكملت معاهم المشوار مع كابتن سيد غريب، ما شاء الله ما زالت الانتصارات موجوده بالرغم انها كانت بطوله صعبه. طبعا بحمد ربنا وبشكر فضله طبعا على بطوله صعبه وموسم صعب بالنسبه للقطاع كله. بس في البدايه طبعا انا كابتن خالد بيبو كان بالاجتماع في اول اجتماع مع مستر بروكيتش طبعا كان مفهمنا ان احنا باكج واحده، ان احنا قطاع ناشئين واحد. اي فرقه بتاخد البطوله بينسب للمدربين كلهم. وطبعا كان من البدايه خالص ان كان في تقارب بين المدربين وبين الفرق، وده مستر مايكل طبعا كان عامل سيستم في البدايه. فكل المدربين كانوا ماشيين على نفس السيستم. الحمد لله رب العالمين، يمكن انا بدات مع 2008. الحمد لله رب العالمين، فضل من ربنا، يمكن من احسن فرق البراعم في مصر. خدنا دوره زد في اول الموسم، وبعد كده استمرينا في الدوري، عملنا نتائج كويسه قوي لغايه ما الدوري طبعا جه اتاجل. حصل بعض التغييرات في الجهاز طبعا نتيجه الكابتن ياسر رضوان ساب الفرقه 2001. كابتن سيد غريب طبعا كان بادئ مع فرقه 2006، بعد كده راح 2001. بعد كده راح 2001. بس طبعا انا بحب اشكر الكابتن سيد غريب على المجهود الكبير اللي عمله مع فرقه 2006. انا كنت عارف الفرقه دي من السنه اللي فاتت. كابتن سيد عمل مجهود كبير مع الفرقه ما شاء الله في فتره الاعداد وفي اختياراته للعيبه، لعيبه مميزه كلهم ما شاء الله. فما كانش صعب عليا، هي كان فيها شويه من الصعوبه طبعا ان انا اخش على 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 فرقه في نص الموسم. فرقه نتائج عامله نتائج كويسه جدا. لكن الحمد لله كان في ثقه من الكابتن خالد ومستر مايكل ان انا اكمل. الحمد لله رب العالمين، كملنا على نفس المنوال وعلى نفس السيستم اللي حطه مستر مايكل، والحمد لله كانت النتائج يعني ماشيين اول بفضل ربنا لغايه القرعه ديت طبعا. والحمد لله رب العالمين، ربنا كلم مجهودنا بالنجاح في الاخر. ما هو خلي بالك، علشان القرعه عشان انتوا تعبتوا، ربنا يعني وفقك ووفق النادي الاهلي في القرعه كمان. طبعا الحمد لله، يعني ناس كثيره تعبت من جهاز فني، مستر مايكل في البدايه، كابتن خالد بيبو طبعا كان داعم لينا وداعم لكل المدربين في النادي، كان ورانا بصراحه في كل ماتش. مستر مايكل كذلك برضو، الجهاز الفني كله طبعا، اولا الكابتن سيد غريب. قعد معاك كابتن سيد وهو بيسلمك فريق 2006؟ والله كان الكابتن احمد صديق طبعا، الكابتن سيد كان مشغول ب 2001، فانا الكابتن احمد صديق كان مدرب العام طبعا. هو بشكره طبعا لان هو اللي اداني فكره كبيره عن الفرقه، لان الفرقه طبعا انا كنت متابعها، بس طبعا في الديتيلز والتفاصيل طبعا كان الكابتن احمد صديق كان معايا. هو ما كانش مدرب عام، هو الكابتن احمد صديق كان معايا، يعتبر احنا الاثنين كنا شغالين مع بعض. ربنا وفقنا، مسكت الفرقه 9 ماتشات الحمد لله، استمرينا اول لغايه ما الكابتن سيد غريب خلص 2001، ونزلنا اشتغلنا مع بعض في اخر حوالي 4 5 ماتشات. والحمد لله ربنا كلل جهودنا كلنا بالبطوله، يعني مجهود النادي ومجهود الفرقه ومجهود مجلس الاداره ومجهود ناس تعبت. فربنا انا حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى القرعه دي ربنا مش عايز يضيع مجهودنا برده كده. فبحمد ربنا بشكر فضله. وعجبني قوي الروح كمان اللي بتتكلم بيها عن كابتن سيد غريب وكابتن احمد صديق باقي الجهاز الفني. طبعا نروح بقى للكابتن محمد فتوح طبعا، مدرب حراس المرمى برضو. كابتن احمد صديق، كابتن طه، كابتن عمار، دكتور جاب الله، الناس كلها طبعا بصراحه، يعني عشان مش هنسى العمال، كل الناس بصراحه يعني مجهود كبير. هروح بقى للكابتن طه نوح، يعني مخطط الاحمال شيء مهم جدا لما نشوف كمان اهتمام النادي الاهلي بقطاع الناشئين، ان يكون في موجود مخطط احمال.
دلوقتي الاحمال مهمه جدا للناشئ الصغير، خاصه كمان كبتوها ان احنا مرينا بفتره كورونا، توقف دوري ترجع تاني، حته الاحمال وحته اللياقه البدنيه كانت مهمه جدا للاعبين خلال الموسم. اولا فعلا احنا مرينا بموسم كان صعب شويه بسبب كورونا والاجواء اللي كانت بتمر بيها البلد. بس عايز اخد من كلام حضرتك الفتره اللي احنا فعلا كل الناس وقفت فيها، او الفتره اللي الدوري اتاجل فيها، احنا يمكن من الفرق اللي احنا ما وقفناش، فضلنا شغالين على طول. الدوري كان متاجل مش عارفين الدوري هيرجع امتى، فما عملناش زي الفرق الثانيه او الانديه الثانيه ان احنا وقفنا الشغل بتاعنا، بقينا شغالين على طول انه الدوري ممكن يرجع الاسبوع الجاي. يعني النادي الاهلي ما وقفش تدريباته، ما وقفناش التدريبات بتاعتنا، فضلنا شغالين على طول، وده كان سبب برضو كبير ان احنا يعني نكسب الماتشات اللي كانت باقيه لينا كلها. الاولاد حافظوا على العناصر البدنيه بتاعتهم، مفيش حد وقع مننا بدنيا يعني. فده كان جزء كبير جدا راجع في ان احنا ما وقفناش وفضلنا شغالين على طول. كان مهم جدا معسكر الاعداد اللي في اسماعيليه اللي في بدايه الموسم، ده اللي انتوا بنيتوا عليه مدار الموسم كامل. النهار النادي الاهلي شفنا بدايه الموسم كان في معسكر اعداد على اعلى مستوى، كانه فريق اول بالظبط، وكان فيه اهتمام كبير في الفتره دي. ده حقيقي، اول فتره الاعداد كلها طبعا بيبقى المعسكر ده بيخلينا ناخد راحتنا في الشغل. يعني كنا اتفقنا ان احنا نعمل تمرينين، كنا بنتمرن الصبح ونتمرن اخر النهار، وكان في شغل كتير جدا، كان برضو في جيم معانا، كانت كل الاجواء متوفره لينا. فده طبعا كان ساعد بصوره كبيره ان احنا نعمل فتره اعداد كويسه. تمام. كابتن عمار فتحي المدير الاداري، احكي لنا بقى عن القرعه. القرعه دي كانت لحظه مهمه جدا، دي اهم لحظه واهم لقطه في الموسم كله، تعب السنه كله يعني كان في القرعه دي. والنهارده انا ما كنتش برضو مع الاتحاد الكره او مع اللائحه اللي موجوده، كان الافضل ان يكون في مباراه فاصله، والنادي الاهلي يعني وقتها طلب من اتحاد الكره يكون في مباراه فاصله، لكن الانتاج الحربي وقتها قالوا ان اللعيبه خلاص خدت راحه، واحنا مش هنقدر نجمع اللعيبه، فخلاص نروح للقرعه. عشان كده ربنا وفق النادي الاهلي للي تعب. قول احكي لنا بقى عن موضوع القرعه ده. اول حاجه كابتن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لاداره القناه واداره النادي. دي لقطات انت بتتكلم عن القرعه، اتفضل. انا كنت موجود فيها يا كابتن. انا عايز اقول لحضرتك دي اصعب لحظه مرت خلال الموسم كله. يعني الموسم كله احنا مرينا بلحظات صعبه كتير، بس الحمد لله الكابتن خالد بصراحه كان واقف في ظهرنا. يعني الحمد لله قدر يحل لنا كل المشاكل. بالتالي قدر يزيل الصعوبات كلها الحمد لله والشكر لله، يعني مع باقي الجهاز الاداري وباقي الجهاز الفني الحمد لله. يعني كان في تعاون كبير بيننا يعني الحمد لله. بس لما حضرتك يكون نهايه الموسم بقرعه، تعب السنه كله في قرعه، فدي صعبه جدا يا كابتن. لو في ماتش يا كابتن حضرتك عارف امكانيات الحمد لله والشكر لله، ما زالت من مجهودك لو مباراه بالظبط، حضرتك عارف مجهودك الحمد لله، انت تعبت ازاي واشتغلت ازاي وماتشاتك ازاي وكل ده، فبيتهيألي القرعه دي يا كابتن كانت صعبه جدا بالنسبه لك. عملت ايه بعد ما لقيت النادي الاهلي طلع في الورقه كده؟ الكابتن خالد كان قاعد جنبي. مين اللي كان قاعد جنبك؟ الكابتن خالد. الكابتن خالد بيبو. فاللي كان بيشوف القرعه فرفع الورقه، طبعا النظر مش جايب النادي الاهلي، فالمفروض ان القرعه مكتوب فيها الاهلي مثلا، الورقه مكتوب فيها الاهلي. لا طبعا الكابتن خالد بيبو قاعد جنبك. بالظبط يا جماعه. كان مكتوب احنا متوقعين يا الاهلي في ورقه او الانتاج الحربي في ورقه. فبنبص كده في الورقه، القرعه مش جايبه، العين مش، النظر مش جاي، مش شايف النادي الاهلي. فبنبص الكابتن خالد مسك رجلي كده، قلت له طب ده وبعدين دلوقتي؟ من ده قال الف مبروك للنادي الاهلي. دي يا كابتن كانت لحظه، دي كانت لحظه. الكابتن عماد انور حكى لي على الموقف ده، بيقول لي ان القرعه الورقه صغيره، فهو متعودين القرعه مكتوب فيها الاهلي، فمكتوب فيها كلمتين، فعمال بيقول لي انا شايف من بعيد كلمتين، كل شايف يا كابتن بالظبط. وطبعا على الاساس ده كلهم كانوا مخضوضين على اساس الانتاج الحربي. كلمه الاهلي كلمه واحده، كلمه واحده، فانت مش شايفها من بعيد. الانتاج الحربي كلمتين، ما كتبوش نادي الانتاج الحربي، لا هو كاتبين النادي الاهلي والانتاج الحربي. يا كابتن دي كانت صدمه بصراحه، ان تشوف كده وتعب السنه كله يضيع كده. حضرتك لما بتفكر من اول يوم احنا ابتدينا فيه اشتغلنا وتعبنا، طلعنا معسكر، كنا في المعسكر ده اشتغلنا 16 تمرينه في اسبوع، غير الجيم، غير المعسكر الاعداد، معسكر الاعداد بتاع اسماعيليه كان معسكر على اعلى مستوى الحمد لله والشكر لله. فدي طبعا يا كابتن بتبقى صدمه لما تعب كل ده يعني يروح كده في لقطه زي دي، طبعا صعبه جدا يا كابتن. هو ربنا بيكافئ، بس ربنا الحمد لله كرمنا. تعال نشوف مع بعض كده جدول ترتيب المسابقه زي ما هو معروض قدام حضراتكم كده.
الاهلي لعب 10 مباريات فاز في 6، تعادل في مباراه، هزيمه في 3 ماتشات، له 17 هدف وعليه 12 هدف، المركز الاول ب 19 نقطه. الانتاج الحربي في المركز الثاني 10 مباريات ايضا في 19 نقطه في المركز الثاني، علشان كده الانتاج الحربي والاهلي تساوي. لو احنا هنشوف الاهلي 10 الانتاج الحربي 10 مباريات 6 فوز، تعادل في مباراه، هزيمه في 3، له 17 هدف وعليه 12 هدف، فارق 5، 19 نقطه في المركز الثاني. الاهلي والانتاج زي بعض، انتوا ايه كنتوا ايه؟ تمام يعني ماشيين بالظبط. هي جت اخر ماتشين يا كابتن وصلت معانا يعني حتى ماتش الذهاب برضو خسرنا احنا من نتاج الحرب 2-0 هناك، كسبناهم عندنا 2-0. لا كسبناهم عندهم يا كابتن، كسبنا هناك في الانتاج 2-0. طيب نشوف المقاولين العرب 10 لعب 10 مباريات فاز في 4، ترتيب الثالث ب 16 نقطه. الترتيب الثالث الزمالك في المركز الرابع لعب 10 ماتشات 11 نقطه. انبي في المركز الخامس 10 مباريات 11 نقطه. المصري في المركز السادس. دكتور احمد جاب الله، ازيك يا كابتن؟ البدايه بقى الطبيه بتبتدي من بدايه الموسم، وبيكون في قياسات طبيه للفريق وفي استعداد. احكي لنا بقى عن الاستعدادات اللي بتكون قبل بدايه الموسم والترتيب للموسم والقياسات الطبيه اللي دايما النادي الاهلي بيهتم بيها في الناشئين. هي مبدئيا اللعيبه اغلبها مش جديده على النادي، فاغلبهم مكملين قبل كده، لكن اللعيبه الجديده كلها بتعمل لها فحوصات دم ونطمن على ما فيش اي عيوب خلقيه، لو في حاجات اصابات قبل كده بنتعامل معاها. كل لعيب عنده فايل كامل بحالته الصحيه، سواء تحليل دم وفحوصات وكل الحاجات موجوده عندنا في فئات النادي. بنتعامل مع اللعيب لو في عنده حاجه في الجهاز نظام التغذيه بتاعه، بنتعامل معاه كل لعيب على حده. الموضوع الشامل بقى في اللعيبه الانتظام التغذيه والاعداد البدني بيتفق مع كابتن طه على حسب كل لعيب وعلى حسب درجة المنطقة المركز بتاعه الخاص بيلعب فيه ايه، سواء سترايكر ولا ديفندر ولا خارجي. استمرارية اللعب بتاعته كانت لنا نقص السنة دي الصراحة، كان حظنا واحد شوية في الإصابات، كان في إصابات كتير، كان في إصابات أغلبها إصابات عظمية كسور مش إصابات عضلية. يعني ما تسلم دكتور طه، يعني السنة دي كان أول فترة يتعرض سن ده يلعب ماتشين كل 3 ايام، وفي رمضان الساعه 9 كل 3 ايام كانوا فرقه كبيره في سن 14 سنه، ده صعب جدا. وفي رمضان كنا لازم يعني يوم الماتش ده خلاص اللعيبه كلها بتتجمع يوم فطار في النادي، ونفضل قاعدين قبل الماتش، وسواء نتحرك او نلعب في النادي عندنا. فالموضوع الحمد لله يعني عدى معانا بخير، مفيش اي اصابات عضليه غير لعيب واحد كانت لازم يذكر، والحمد لله دلوقتي في فتره التاهيل ويلعب المنتخب. لكن في نص الموسم الاصابات كانت كسور، ودي كانت قدريه، بس الحمد لله استفدنا من فتره التوقف ان احنا تعاملنا معاها. اللعيبه الحمد لله بقت كويسه، وعملنا معاها درجه تاهيل عاليه، فالحمد لله رجعوا لانهم كانوا كلهم في القوام الاساسي، فلعبوا الماتشات كلها كامله الحمد لله بدون اي رجوع للاصابه. طب دورك الطبي بقى في التوعيه مع اللاعبين في فيروس كورونا؟ طيب. انت لازم النهارده تكلم اللعيبه ازاي يحمي نفسه، ازاي الاجراءات الاحترازيه علشان يقدر يكون موجود وما يتعبش في مرات. كان دورك مهم في النقطه دي برضه. هو قبل دوري كمان الصراحه كابتن خالد وبيبو من اول الموسم والدكتور اسامه، احنا عاملين اجراءات احترازيه في النادي من على بوابه النادي، يعني من اول موضوع كورونا لبوابه النادي بقت بره محطوط فيها قياس الحراره والتعقيم. فتره بيس. الجزء الاكاديميه اللي فيه البرايم برضو في بوابات، وفي قياس درجه حراره للاولياء الامور كمان، لان هم بيحبين يدخلوا مع السن الصغير في البرايم. اللعيبه نفسها طبعا ما فيش حد بيدخل النادي غير لابس كمامه، بيتقاس درجه حراره اللعيب كل يوم كل قبل التمرين. تنبيه بقى، لان الحمد لله يعني اللعيبه قريبه مني زياده عن اللزوم، فلا يعني بيعرفوا الموضوع بجد وبياخدوا بالهم جدا، لان هم بيبقوا خايفين على نفسهم وخايفين على اهلهم. كويس. ونفس الفكره، انت لو لازم تبقى خايف على نفسك وخايف على اهلك وتخاف على فرقتك. تمام. فكان بيحصل عليه ظهور اي اعراض فعلا كنا بنبدا معاه بقى الفحوصات، ولو حتى شاكين بنسبه 50% ده بيتعزل اسبوع اسبوعين ويتعمل له تحاليل ومسحه ويرجع سلبي وبيلعب معنا تاني الحمد لله. عبد الرحمن اخبارك ايه؟ الحمد لله. عبد الرحمن عماد النحاس، الاول شفت ابوك وهو بيلعب ولا ما شفتوش؟ اول ما حضرتوش بس شفت ليه ماتشات، شفت ماتشات مسجله. كابتن عماد النحاس ده خلي بالك كان اللعيبه ما شاء الله اللعيبه الكبيره، يعني انا شرفت ان انا كنت موجود معاه في الملعب. اولا شخصيه اخلاقيه يعني على مستوى عالي جدا، وكمان كان لعيب ما شاء الله يعني حاجه رائعه.
قول لي بقى انت مركزك ايه في الملعب؟ انا مركزي بلعب طرف ملعب يمين وشمال، والحمد لله بلعب كمان فيرم. كمان مهاجم. يعني في الحته اللي قدام دي ملعب الكلام. سجلت اهداف في الموسم ده؟ اه سجلت جونين والحمد لله، الجونين دول كانوا المكسب بستة بوم. ده ماتشات ايه قول لنا؟ ماتش البنك الاهلي كنت كابتن سيد وكابتن احمد سديه كان منزلني الشوط الثاني. كان مقعدني عشان هو عارف اسمي ده عبد الرحمن اللي هيعمل لي الفرق. هو فعلا اول ما نزلت عملت اسيست ليوسف السيد. بعد كده ده كان ماتش البنك الاهلي. ده ماتش البنك الاهلي. والماتش الثاني؟ الماتش الثاني ماتش سموحه في الدقيقه 94. خلاص كان اخر ثواني والحمد لله جت على يميني. وانا لعيب اشهر بس الحمد لله عرفت احطها كويس. طب قول لنا بقى الماتش الاصعب كان السنه دي ايه؟ ماتش انتوا وانتوا كلاعيبه كده كنتوا قاعدين عاملين حساب للمباراه. هو كل الماتشات ده الهدف، ده الهدف اللي كان في مباراه سموحه. كان جاي في اول دقايق من الماتش. بس الحمد لله جبنا جونين. الماتش الاصعب كان ايه يا عبد الرحمن؟ والله كل الماتشات كانت صعبه بالنسبه لنا، مفيش حاجه اسمها ماتش سهل. وننزل كل الماتشات كنا نازلين الماتش ده صعب، الفرقه دي احسن مننا، اللي احنا ننزل نموت نفسنا عشان الثلاثه بونت. كويس. استفدت ايه بقى؟ انت اشتغلت مع كابتن سيد غريب في الاول، وبعد كده كابتن اسامه زكي انضم ليكم في الـ في الـ في النص الثاني من الموسم، وبرده في فتره صعبه. استفدت ايه من كابتن سيد غريب والكابتن اسامه زكي؟ والله كابتن سيد غريب اخذت منه ثقه الملعب وازاي اكون كابتن فرقه. وكابتن اسامه زكي اسمه ده اخذت منه خبرات برده قدام الجون ازاي افنش على الجون. وكابتن احمد صديق كان على طول كل تمرينه كنا نتمرنها يقول لي ازاي احطها في البعيده وما احطهاش في الضيقه. كان كله يعني حاجات قدام الجون اللي كان بيقولوا لي اعمل ايه فيها بالراحه، وده فعلا اللي حصل قدام الجون في ماتش البنك الاهلي وماتش سموحه. كان بياخدوك بعد التمرين ويزودوا لك انت والمهاجمين اللي معاك. فعلا ده حصل. كابتن اسامه زكي خدني حوالي نص ساعه بعد التمرينه كله على الجون فيرست تايم وعلى الطاير والكوره ازاي استلمها والف بيها. وكابتن سيد برده نفس الكلام. وكابتن احمد صديق. كابتن اسامه وانت بتدير المباريات بعد ما جيت من بعد كابتن سيد غريب، ايه المباراه اللي كانت صعبه اللي انتوا شفتوها دي كانت عنق زجاجه بالنسبه لكم في تحقيق بطوله الدوري؟ والله يا كابتن زي ما قال عبد الرحمن كل المباريات خاصه في ناشئين صعبه. انت النادي الاهلي اول حاجه اي فرقه بتيجي تلعب النادي الاهلي هي جايه تلعب النادي الاهلي نمره واحد، الدوافع عندها كبيره، اللعيب كمان اللي بيلعب قصاد النادي الاهلي جاي يثبت نفسه قدام الجهاز الفني ان هو احسن من الولد اللي موجود عندي في النادي الاهلي. وده الكلام اللي بقولهم في المحاضره ان اللعيبه دي جايه تتمنى انها تلعب في النادي الاهلي. فالدوافع عندهم كبيره قوي. فقدر اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي ان هو لازم يكون عنده شخصيه ولازم يكون بيستحمل ضغوطات الماتشات. في حاجه كمان يا كابتن عايز اقولها بالنسبه لنظام المسابقه، يعني احنا ماشيين اول بفرق كبير قوي في الادوار التمهيديه، وبعد كده بنبتدي من نقطه واول السطر في التصفيات. المفروض يعني اتحاد الكوره او لجنه المسابقات تعمل ميزه للي بيطلع اول. يعني انا اعتقد ان في اليد او في السله بيعملوا الكلام ده، لو في فرقه طلعت اول بتبقى في فرق نقاط بينها وبين الثاني او الثالث. يعني احنا في خدوا ثلاث فرق من المجموعه الاولى وثلاث فرق من المجموعه الثانيه. يا كابتن احنا مفنشين فعلا، مفنشين الدور الاول 32 بونت وفرق 11 بونت عن المركز الثاني، فدي طبعا صعبه جدا. فالمفروض لجنة المسابقات تميز اللي يطلع اول مثلا انك انت طالع ب 2 بونت مثلا. هو ممكن السنه دي انتوا ابتديتوا الدوري في شهر كام؟ شهر 12؟ شهر 4/12 كده. 4/12 فممكن عشان انتوا ابتديتوا الدوري متاخر فهم قسموهم مجموعتين. هو يا كابتن حابب يضغط الماتشات فعلا. تلعب مجموعه واحده من 18 بس مباراه. بس انا قصدي يا كابتن اسامه لو عمل مجموعتين يبقى في ميزه للراجل اللي طالع نمره واحد. لكن انت بتبتدي من اول وجديد تاني. فعايز اقول لحضرتك ان الماتشات كلها كانت صعبه. الفرق كلها عندها الدوافع انها تلعب النادي الاهلي. الفرق كلها طالعه من التصفيات، الست فرق عندهم دوافع ان هم ياخدوا البطوله وفرق كويسه. فما كانش في ماتش اقدر اقول عليه ان هو سهل. كل الماتشات كانت صعبه. بس الحمد لله اللعيبه رجاله، واللعيبه من اول السنه الاختيارات كانت كويسه جدا في كل القطاع. فانت بتنقي اللعيب المميز في النادي الاهلي اللي يقدر يكسبك البطولات. ده الهدف بتاعك عبد الرحمن. ده كان في مباراه سموحه. كان مباراه سموحه دي دي الفرحه، ودي كانت مباراه ثلاث نقاط. خلاص كله كان فقد الامل يعني ان احنا مش هنجيب جون. والدقيقه كانت 94 خلاص كان ده كان اخر دقيقه في الماتش يا كابتن. اخر ثانيه في الماتش. اخر ثانيه يعني. ده كان يعني ايه جون الماتش ده احنا ضيعنا فيه كتير قوي يا كابتن. بتتعلموا الحاجات دي زي ما بتعلموها في الناشئين، بتتفرجوا عليها مع الفريق الاول، بتشوف في مباريات النادي الاهلي بيحسمها في الثواني الاخيره، حتى لو في 10 ثواني
بتلاقي اللعيبه بتلعب لاخر ثانيه. ما هو النادي الاهلي على طول مشهور باخر ثواني. اللي هو عمر ما فقد الامل. بيعدوا لك الهدف ثاني. ابتدت من هنا من ناحيه اليمين. كره عرضيه وفي الزحمه. اشرح لنا بقى اشرح لنا يا كابتن اسامه مين اللي عمل العرضيه ومين والله كابتن سامي عبد الرحمن يقدر بقى يعلق لنا عبد الرحمن الهدف ده احسن مني لان هو كان حاضر هو دلوقتي كان محمد طارق الباك اليمين عمل عرضيه تمام فهي خدمتني بس اللي شاب جه يعني لخبط المدافعين خبطت فيهم وجات لي جات لي كمان متصلحه قدام الجون رحت شطها والحمد لله كويس انك انت محضر نفسك لا اللعيبه كويسه سرعه رد الفعل عنده سريعه ولعيب كويس كابتن طه بيحصل تنسيق اكيد مع المدير الفني قبل الوحده التدريبيه طبعا احنا بنقعد في الاول اصلا في اول الموسم بنحط الخطه بتاعتنا بعد كده بيبقى كل اسبوع بالاسبوع بتاعه يوم التمرين نفسه بنقعد قبلها بنص ساعه ولا بساعه بنبقى موجودين قبل التمرين انا هشتغل قد مثلا ربع ساعه هعمل في الربع ساعه 1 2 3 كابتن اسامه هيشتغل ساعه فبنبقى منسقين طبعا الشغل بتاعنا قبل ما بنبتدي الوحده اصلا قبل كل مباراه في شغل اداري بيتم طبعا القائمه بتاعه المباراه تحضير الغداء بتاع المباراه طبعا يا كابتن زي ما حضرتك عارف الشغل الاداري مش قبل الماتش لا ده قبل الموسم ما يبتدي اصلا احنا بنجهز شغلنا الحمد لله الجهاز الاداري كلنا الحمد لله متعاونين مع بعض الحمد لله في حد عايز حاجه بنساعد بعض الحمد لله بيكتب الكابتن عماد انور ده ما شاء الله عليه يعني ربنا يبارك فيه بصراحه كابتن عماد انور حاجه شغله نشاط ما شاء الله عليه استاذ مصطفى برده ده مش عايزين برده ننسى حد ما شاء الله احنا بنحضر شغلنا يا كابتن قبل بدايه الموسم اصلا سواء بقى تحضير معسكر سفريات اسعاف امن ملاعب كل ده احنا بنجهزه استشفاء بعد الماتش كل ده احنا بنجهزه يا كابتن طبعا حاجه عارف لو في حاجه وقعت بيتهيألي مش هتكمل المرحله اللي بعديها طب. فدي طبعا انت لازم تخلص شغلك وتاكد عليه والله يا كابتن احنا ساعات يعني كنا بنمشي من النادي الساعه 1 بالليل اتنين بالليل جاهز كل شغله عشان اجهز كل شغله اقفل عليه تمام ونراجع وكابتن عماد اتصل بيا الكابتن خالد برده كان بيتابعنا كابتن اي عقبه يا عمار في ايه في حاجه قدامك في حاجه صعبه نحلها نقدر نعملها بصراحه ما كانش بيسيبنا والله كابتن الساعه 2 بالليل كان بيسيبنا اكيد زي ما انت بتقول يعني مشوار جميل ومشوار مهم يعني انتهى بالجواب ده وبالخطاب ده اللي هنستعرضه مع حضراتكم دلوقتي وهنشوفه هو ده يعني الساده نادي الاهلي انتاج الحربي عنايه السيد المدير التنفيذي للنادي الموضوع بطوله الجمهوريه مواليد 2006 يرجى التكرم بالعلم بانه وفقا للقرعه العلنيه التي تم اجراؤها اليوم الاثنين الموافق 17/5 لتحديد الفريق اللي حصل على بطوله الجمهوريه للناشئين مواليد 2006 في حضور مندوبي من النادي الاهلي ونتاج الحربي والتي اسفرت عن فوز النادي الاهلي بالمركز الاول والبطوله ونادي الانتاج الحربي المركز الثاني موسم 2020/2021 مع الخطاب ده كان نفسي انا بقى انا لو انا لاعب مكان اللاعبين الموجودين في 2006 كنت اتمنى ما يبقاش خطاب بس من الاتحاد المصري لكره القدم اتمنى يكون موجود كاس بتكريم صح شهاده تقدير حتى ابروزها عندي احتفظ بيها انا بالزبط. كلاعب يبقى كاس ميداليه يعني يكون في الكلام ده موجود علشان احس بمجهودي انا كناشئ على مدار الموسم ما يبقاش جواب بس يعني موجود في النادي خلي بالكم احنا السنه دي احنا النهارده في الحلقه ان شاء الله هنكرم اللعيبه كلها وعاملين لهم حاجه بسيطه كده ان شاء الله يعني تقديرا لمجهودهم ده كان وعد من حضرتك يا كابتن كان في بدايه الموسم كان لقاء حضرتك مع كابتن سيد غريب كان ما كان ماسك مدير فني ورجع لنا الفتره الثانيه كان وعد من حضرتك وعدتني قلت لي باذن الله البطوله باذن الله هتبقى بتاعتنا هيبقى في تكريم باذن الله للفرقه والحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله وفوزنا بالبطوله والحمد لله احنا عند وعدنا وكنت زي ما اقول لحضراتكم كنت اتمنى من اتحاد الكوره الفرق الفايزه في قطاعات الناشئين دوري الجمهوريه بالاخص لازم يكون في تكريم ويكون في درع ليهم او كاسه وميداليات او اي شيء يعني يعبر عن فرحه اللاعبين نروح للدكتور احمد جاب الله طمنا بقى عن حال الفريق دلوقتي في اصابات لسه ما زالت موجوده بعد انتهاء الموسم ولا الدنيا الحمد لله كويسه جاهزه كامله ما فيش غير اللاعب يوسف الجندي في اخر محاوله التاهيل والمنتخب متبلغ بان اللعيبه كلها وكلهم بيروحوا منتخب دلوقتي منتخب 2006 منتخب 2006 اليوم منتخب دلوقتي بيلعب في المنتخب دلوقتي كويس عندنا الحمد لله كابتن اسامه كذا لاعب في منتخب مصر طبعا من 2006 فرقه مميزه طبعا من افضل فرق الموجوده في قطاع الناشئين في مصر
ومن افضل الفرق الموجوده في النادي في 2006. فيها لعيبه مميزه كتير قوي. في لعيبه ما شاء الله اكتر من 11 لعيبه على مدار الموسم راحوا منتخب مصر. الحراس الحارسين راحوا وفي اكتر من 11 لعيب راحوا. فده نواه للفريق الاول ان شاء الله باذن الله. في لعيبه مميزه كتير قوي في فرقه 2006 وان شاء الله باذن الله يمثلوا الفيرست تيم في النادي الاهلي ان شاء الله. استفدت من بروكش السنه ده كابتن سامي؟ طبعا والله الراجل داعم لينا. يعني هو على المستوى الشخصي انسان جدا. دي نمره واحد. نمره اثنين هو داعم لكل المدربين. كمان مستر مايكل حته النتيجه ما بتهموش قوي قد حته الاداء او حته ان احنا ننفذ الشغل بتاعه. او هو عايز يطور من اداء الفرقه واداء اللعيبه في النادي الاهلي. فدي مهمه كان بيركز عليها جدا. وكان لما الفرقه بتنفذ حاجه هو قالها كان بيبقى فرحان جدا اكتر من الفوز. يعني طبعا هو بقى فرحان بالمكسب وكل حاجه بس لما كان في جمله بتتنفذ كويسه على الخطوط العريضه اللي هو مديها لنا كان بيبقى فرحان جدا انه بتنفذوا الفكر. طبعا احنا بننفذ الفكر بتاعه ودي كانت مهمه جدا عنده. عبد الرحمن اخيرا مين مثلك الاعلى؟ مين مثل الاعلى؟ هو مثل الاعلى محمد صلاح. محمد صلاح بره مصر وجوه مصر محمد. مين بيعجبك في لعيبه النادي الاهلي تقعد تتفرج عليه وفي الماتشات؟ انا بحب محمد طاهر. طاهر بقالي كتير متابعه. وبحب حسين الشحات برضه عشان هو مكاني. والكهرباء. ومحمد شريف فيرم. تقعد تتفرج على اللعيبه دي وتتعلم منهم. واهم حاجه يكونوا مكاني اعرف يعني بستفاد برضه منهم. بس غريب قوي انت ما قلتش عماد النحاس. هو عماد النحاس مش مكانه كابتن. هو مش بابايا يعني. هو مدافع مش يعني مش ببص عليه. هو لو هو كان مركزي كنت اكيد هيكون مثلا. طب اتفرجت على بركات؟ محمد بركات؟ بس سمعت عليه عنده يعني. كان بابا بيكلمني اللي هو وجهه كانت كويسه. كان برضه بيقول لي حاجات كنت اعملها زيه. طب خلي باباك بقى يفرجك يجيب لك فيديوهات محمد بركات ماشي؟